نبتدي ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. مبدئيا انا احب جدا اشكر قناه ام بي سي على الفتره اللي احنا تعاوننا فيها معانا، يعني تعاوننا فيها مع بعض. والحقيقه ان انا ما اقدرش الوم القناه على اللي حصل، هم حاولوا على قد ما يقدروا، لكن للاسف الظروف والضغوط كانت اكبر من اي حد. يعني هم كتر خيرهم ان هم حاولوا على قد ما يقدروا وحاربوا كتير عشان البرنامج، وعلى الاقل كانوا يعني في نوع من الصراحه معانا، ادونا التنبيه وادونا المشاكل اللي كانوا بيواجهوها قبل الحلقه، ما قطعوش علينا او لبسوا الموضوع في اعذار واهيه زي غضب شعبي وكده. احنا حضرنا الحلقه وكنا عارفين ساعتها انها مش هتتصور، واحتمال كبير جدا ان احنا يعني كنا عارفين انها مش هتتذاع. يعني من الاخر كده قرار المنع جه من غير ما المسؤولين عن المنع ده هوت يشوفوا الحلقه فيها ايه. وده معناه ان المشكله مش في المحتوى، المشكله في البرنامج نفسه. البرنامج بشكله الحالي مش هيسمح له ان هو يكمل، ولا على قناه ام بي سي ولا على اي قناه تانية مصريه او عربيه. انا عارف طبعا الناس هتقول لك فين دليلك، مين دليلك، مين اللي وقف البرنامج. يعني انت لو مش مصدق وعايز تعيش في حاله انكار ان ما حدش له دعوه بالمنع ده هوت وان هو اتمنع لوحده، ماشي اذا كان ده يريحك. لو انت هتقول والله دي قناه مش مصريه، انا اعرف برضو ان في قنوات تانية غير مصريه والمذيعين بتوعها توقفوا قبل كده. لكن لو الانكار ده مريحك انت حر. المهم السؤال دلوقتي هنعمل ايه؟ هل احنا نذيع من قناه تانية؟ بصراحه احنا زهقنا من ان احنا نتحرك من قناه للتانيه للتالته ونفضل تحت ضغط عصبي ونفسي ومادي لغايه لما نتوقف تاني. واي مالك قناه هيجي ويقول لك وعود براقه، لكن في الاخر النتيجه واحده. نذيع من قناه اجنبيه، احنا طبعا عندنا عروض كتيره من قنوات تانيه اجنبيه اوروبيه وامريكيه مشكورين، لكن طبعا انتوا عارفين السكه دي موديه لفين، تخوين وعماله وحاجات كده. نذيع البرنامج ده هوت من بره مصر، ده يقتل المصداقيه في مقتل. احنا اتعرض علينا فعلا ان احنا ناخد البرنامج بره مصر وعروض مغريه جدا، لكن البرنامج ده هوت مكانه في مصر. مش ممكن ان احنا نطلع بالبرنامج ده بره. نذيع من اليوتيوب، خلونا صراحة انتوا نوت في المسرح شايفين حجم الانتاج، حجم الفريق. البرنامج ده كان من اغلى البرامج اللي موجوده في مصر والعالم العربي، من الاخر كده اعلانات يوتيوب وفيديوهات يوتيوب ما تصرفش عليه. اليوتيوب كانت تنفع لما كنا كاميرا واحده وشخص واحد، لكن الفريق الضخم ده والمسرح والجمهور صعب جدا ان انت تموله من اليوتيوب، ده لو قدرت. ولو بصراحه قدرت ان انت تجيب فلوس عشان تمول الموضوع ده من اليوتيوب، يعني النهارده الضغوط هتيجي على مصر، يعني على قناه، بكره هتيجي على مسرح او على شخص او على اي حاجه ثانيه. المهم ان انا عايز ارجع لدور البرنامج. انا المره مليون بقول البرنامج ده هو في الاخر برنامج المفروض يكون كوميدي. انا مش مناضل ولا محارب، وكنت مجرد بقول رايي في ساعه واحده في الاسبوع. وبالرغم من كده انا اتجرجرت للنائب العام السنه اللي فاتت، البرنامج اتوقف مره واثنين، اتشوش عليه مره واثنين، اترفع عليه كميه قضايا في عصر الاخوان وما بعد الاخوان اكتر من اي برنامج ثاني في التاريخ. والحقيقه انا فخور جدا بكميه المجهود اللي الناس بذلته عشان يوقفونا. ومع ده كنا بنحاول نطلع نضحك الناس مع الوقف والتشويش والقضايا والناس اللي كان بتيجي تحاصر المسرح ده هوت كل اسبوع، والله اعلم كانوا هياخدوا امتى التعليمات علشان يخشوا. وفي ظل ظروف قتل وارهاب وفوضى واعتقالات وخوف واستقطاب، وبالرغم من كده كنا بنطلع كل اسبوع. بصراحه ده مش مناخ يطلع فيه برنامج كوميدي خالص ولا اي برنامج. احنا كل مره كنا بنعافر وبنقاوح وفي الاخر كنا بنطلع. بس انا بالنسبه لي انا تعبت من المعافره، تعبت من القلق، تعبت من الخوف على السلامه الشخصيه ليا ولعيلتي والناس اللي حواليا. انا عارف ان في ناس تطلع تزايد علينا وتكمل وماله، وبصراحه يعني احنا لو اتوقفنا واتاذينا واتبهدلنا اخر الناس دي هاشتاج وريتويت. التضامن حلو واحنا يعني بنقدر ده جدا، لكن ساعات الواحد لازم يشوف ويقدر الموقف اللي حواليه. احنا بالاخر كده جبنا اخرنا. اللي عايز هو يكمل احنا كمان متضامنين معاه. وبالنسبه للناس اللي فرحانه ان البرنامج وقف وبيعتبروا ان ده انتصار، هو الحقيقه البرنامج وقف البرنامج انتصار فعلا، بس هو انتصار للبرنامج، انتصار لينا احنا. مجهود كتير جدا اتبذل، ناس كتير تعبت، ربنا وفقهم، واحنا بنعتبر ان وقف البرنامج في حد ذاته رساله اقوى واوضح واعلى بكتير جدا من استمراره ومن اي حاجه هتتقفل البرنامج. من الاخر الرساله وصلت. احنا كنا ممكن ان احنا نعمل زي ناس كتير بتوطي عشان تكمل عشان اكل العيش، او يمكن هو عشان هو مزاجهم كده يعني، بس احنا كده ما بقيناش بنعمل البرنامج، احنا بقينا نعمل حاجه تانية. ويوم ما نعمل حاجه تانية ترفيهيه بعيد عن السياسه مش هتبقى في البرنامج. احنا فضلنا ان البرنامج يتوقف ولا ان احنا نهين البرنامج ده.
البرنامج ده هو عمره بالنسبه لنا ما كان فلوس او سبوبه. ابسط دليل العروض الكتير اللي احنا رفضناها عشان نكمل البرنامج باي شكل حتى لو كان من بره مصر. يمكن تشوفوني في حاجات تانية الله اعلم. دايما كان في تفاهم بيننا وبين ام بي سي، والحقيقه ان الضغوط ابتدت من اول حلقه وهم حاربوا على قد ما يقدروا فعلا، واحنا نشهد لهم ان هم حاولوا ان هم فعلا ان البرنامج ده يستمر. وانا هقول ده من عندي وما تاخديش ده يعني ده مجرد توقع. انا اعتقد ان البرنامج ده كان في اي قناه تانية كان ممكن يتقفل بعد تاني او تالت حلقه من ربوع. احنا كملنا 11 حلقه، ده كويس قوي يعني. يعني انت راضي عن تجربتك مع ام بي سي مصر؟ ثانيه واحده بس، في هنا حاجه غلطت لك. التليفونات سايلنت يا حاجه، مش معانا برضه في الفريق ولا ايه؟ ما ينفعش الكلام ده، امال ايه الاصوات اللي بتطلع منه ده؟ طيب هو دلوقتي السؤال ممكن يكون تخيلي شويه بس هو سؤال واقعي. لو التلفزيون المصري عرض، الحته دي كلها بتتخيل ليه؟ ما هو لو التلفزيون المصري عرض على حضرتك عرض البرنامج داخل مبنى ماسبيرو، توافق ولا لا؟ ده سؤال خيال علمي يا بيه. لو الراجل كان كذاب اكيد كان اتوقف على طول، ده طلع اتكلم تسجيليا. السؤال فين يا فندم؟ فين السؤال؟ البرنامج ازداد. So I'm is dead. Why? It's not sure. Like maybe it's asleep. It's asleep now. It's asleep. It's asleep. Okay. It's asleep. Little children don't want to hear this. It's asleep. Yes. الرسالة وصلت. الرسالة سلبية. لا الرسالة وصلت. ما تلقش بثوري. نعم. ما تلقش بثوري. تلقش بثوري. عايز تخش في الموضوع ده؟ عايز اسمع لو انت عندك فرصه اقوى. انت عايزني اقف في المسرح اهتف؟ لا خالص. طب انت عايزك تعمل شغلك بس. لا بص، انا نفسي اعمل شغل بس انا مش قادر. شكرا. قول يا خالد عشان نختم. خالد منصور، البرنامج. انت رئيس سوري، دي حاجه ثانيه. اوكي. عاوز اسال بعد ما البرنامج كده ان هو يعني خلص وكده، احنا هنعمل ايه؟ ربنا ما رضاش بالظلم ولا اقعد يا فندم.